أيمن راتب النعماني، مفسر الأحلام ومعالج بالقرآن الكريم. السؤال الأول، هل رؤية الأشياء السارب بالنسبة للرأي في الحلم تعبر عن الفرح والسعادة أم لها مبدول آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا من فضله العظيم، وصلى الله وسلم. بالنسبة للسؤال الرؤية، مش معنى ان حد بيشوف رؤية سارة تكون معناها خير، لا، ولا معنى ان في لو حد شاف رؤية مفزعة تكون دليل شر. ايوه، الدليل على ذلك يعني لو حد شاف مثلا، لو واحدة مثلا شاف ان هي في فرح ولابسة فستان الفرح بالزبط. خلاص وطبل وزمر وحاجة زي كده، ده دليل على حاجة مش كويسة. خلاص، يعني اذا الفرح لم يكن بالضرورة فرح، لكن الانسان ما يخص كما رأى يكون، لا، شاف حاجة مفزعة يبقى حاجة وحشة، أو شاف حاجة كويسة يبقى حاجة كويسة، حاجة فرح يبقى فرح، لا. الرؤية لها تفسير، فالفرح مثلا بيشير ليه بالضد. الضد اللي هو إيه؟ واحدة لابسه فستان فرح، يعني دي هيتلقاها حزن وهم. طيب، بالنسبة للحاجة المفزعة، ممكن واحد يشوف حاجة مفزعة خلاص يكون حاجة، لا، العكس، ممكن يكون العكس. وكل حاجة لها تأويل ولها مجرى في التأويل، مش معنى أنا ناقص كده أو كده، هذا والله أعلم. بالنسبة طيب للسؤال التالي، هل إذا كان كانت الرؤية يعني بالنسبة للأموات أو ما شابه في الحلم بالنسبة للشخص، فهل هذا يعبر عن حزن أم مثل ما تقول أنه ممكن يعني يؤول كفرح، رأيك؟ علم التأويل يشير ان هنا رؤيه الاموات اغلبها كويسه، رؤيه الاموات اغلبها كويسه، دي على الخير. خلاص، في اعتقاد الاخرين مثلا العامه او اللي ما يعرفش يقول مثلا اموات يبقى حاجه وحشه، انا هموت، واحد شفت واحد ميت مسلم عليا وخدني من الحضن يبقى كده انا هموت. خلاص، مثلا انا شفت واحد ميت ويقول لي تعالى معايا انا هموت، لا. ممكن رؤيه لو حد شاف واحد ميت يعرف مثلا وبيسلم عليه وخده مودة وحفاوة ويخده بالحوض، ده دليل على لي توفيق في الأمور، حصول مراد طول عمر. خلاص، استبشار بحاجة كويسة جايه له، خلاص، دي إشارة كويسة. طيب، يعني بشائر، يعني اعتبر رؤية الأموات بالنسبة للرأي. ولكن مثلا حاجة تانية، مثلا لو واحد مثلا يشوف ميت بيقوله تعال معايا تعال معايا، وهو مشي معاه في مكان لمكان معين وخلص ورجع منه او خلص المهمه معاه، ده مش دليل على انه هيموت، خده معايا يعني هيموت، لا، ده دليل على ان الراجل اللي هو الرأي ده هيتلبس عليها امر الميت ده اللي هو يعمل، هيكون زيه كفعل مثلا. على رغم مثلا يا شيخ بيقول مثلا جينا يعني او جالي حد يبقى هياخدني معاه، او بمعنى اصح هموت زيه، او بشارة غير طيبة بالنسبة للرأي، فهل هذا صحيح؟ لا لا، طبعا مش معنى، هو حاجة واحدة بس. لو الميت أخذ الرأي مثلا لمكان مجهول ودخل في مكان مجهول ما عرفوش حق مصحي، ده دليل على دنو الأجل. لكن هو أخده معاه خلاص وانتهى في مكانه، سابه أو رجع أو خلص الموضوع، لا، ما انتهاش على كده، يبقى ده دليل على أنه إن الشخص الرأي ده هيقوم بأعمال اللي هو اللي إيه الميت ده، هيقوم بأعماله لما كان حي. الراجل ده ما كان عايش، أيوة، كان أعماله إيه؟ هو الراجل ده هيبقى زي كطابة مثلا، كأسلوب، كمسؤولية، يشيل حاجة زي كده. هذا والله أعلم. شكرا جزيلا لمفسر الأحلام والمعالج بالقرآن الكريم الأستاذ أيمن ابن راتب النعماني، شكرا جزيلا لك يا شيخ.